بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات، عسى أن ينزل الله السكينة في قلوبنا والرحمة من حولنا، وأن ننتفع بما تركه لنا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. مع حديث جبريل الذي جاءنا ليعلمنا أمر ديننا، ورأينا كيف وفق الله المؤمنين بإنشاء علم التوحيد دفاعا عن مقام الإيمان، وكيف أن هذا رد على كل تساؤلات البشر، وكل تساؤلات البشر كان حول العلاقة بين القديم والحادث. القديم ربنا سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، والحادث الإنسان. كيف هذا؟ أين الله؟ ما العلاقة بين هذا القديم وبين الحادث؟ سواء كانت علاقة وجودية أو كانت علاقة تكليفية أو كانت أي نوع من أنواع العلاقات، كيف صار الأمر وهذا الكون سيفنى، ثم هل يعاد أو لا يعاد؟ ما الذي يكون بعد الموت؟ أجابت الديانات المختلفة بإجابات شتى على هذه الأسئلة. من أين نحن؟ وماذا نفعل هنا في هذه الحياة الدنيا؟ وماذا سيكون غدا بعد الموت؟ والإسلام جاء واضحا يجيب عن كل التساؤلات، سواء الأصلية هذه الثلاثة أو الفرعية التي تتفرع عنها. ولذلك لم يعرف علماء المسلمين القهر ولا الأسرار التي كانت عند المذاهب الأخرى والأديان الأخرى. لم يقل لك هي هكذا أبدا. من قال هي هكذا فإنه لا يعرف الإجابة فقط، ولكن كل سؤال خطر على بال البشر للإسلام له عليه رد، وإلى يوم الناس هذا تختلف المداخل وتتكاثر الشبهات والتشكيكات، وكلها منضبطة بالقواعد المرعية المنيفة الشرعية التي تركها لنا العلماء في هذا المجال. ورأينا كيف وفق الله سبحانه وتعالى المسلمين في إنشاء علم الفقه، وأنهم أنتجوا نحو 1,200,000 فرع فقهي، جعلوا لها عناوين نحو 2,000 من المسائل. تلاقيها في المغني لابن قدامة، لما تفتح وتشوف عدد المسائل التي ذكرها الخرقي تلاقي 2,000. 2,000 دي كل واحدة منهم تحتها عشرات الفروع، تحت كل فرع عشرات الصور، تضرب دي في دي في دي تطلع 1,200,000. يبقى إذن هم عملوا بؤر مسائل اهي أصلية سموها المختصر، مختصر الخرق. ومختصر الخرق ده كل سطر فيه يشرحه صاحبنا في 3-4 صفحات لغاية ما عمل 15 مجلد. لكن هما 2,000 حتة، والألفين الحتة اتشرحت في 15 مجلد. يبقى الفروع واسعة، وبعدين اتعملت اي مسائل أساسية. ما اكتفوش بكده، إنما صنعوا قواعد
كأنها هي الخلفية. الخلفية دي أصلها مش عربي، الخلفية دي ترجمة لكلمة background، background اللي هو اللي وراك ده، اللي هو الحاجة اللي هي انت بتظهر فيها، يسموها الجماعة بتوع التصوير location. اللوكيشن ده هو الباك جراوند في المعاندة التفكير. فالباك جراوند ده ايه هو في الفقه؟ بحثوا عنه، شوف ازاي، وراحوا مسمينه ايه؟ قواعد. القاعدة الواحدة يبقى تحتيها كلام موجود في الصلاة وموجود في الزكاة، وكلام تاني موجود في البيوع، وكلام تالت موجود في الزواج، وخامس موجود في الشهادات، وسابع موجود في الحرب والسلام، وثامن موجود في العلاقات الدولية، وإلى آخر، وكلها تحت قاعدة واحدة. فالقاعدة تحتها فروع من كتب مختلفة ومن أبواب مختلفة. طب افرض القاعدة كان تحتها نوع واحد بس، زواج وبس، تبقى اسمها ضابط. ففرقوا بين القاعدة والضابط. القاعدة تبقى ايه؟ متنوعة الفروع. والضابط يبقى ايه؟ متحد الفروع، بيتكلم على حتة واحدة، لكن دي على كل الفقه. جمعوا القواعد دي. القواعد دي كثرت، لقوها 200، راحوا مختصرينها في 50، واختصروا 50. الاختصار مش بالحذف، ده الاختصار بالتكوين، يعني كونوا مجموعات لغاية ما بقت 50، والخمسين كونوا مجموعات لغاية ما بقت ايه؟ 5. ايه الخمسة دول؟ ضرر يزال. يبقى أول قاعدة بتقول الضرر يزال، وعادة قد حكمت، العادة محكمة. القاعدة عنوانها كده. وكذا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، عنوانها كده. وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا. يبقى اليقين لا يزول بالشك، القاعدة كده، اليقين لا يزول بالشك. وخلوص نية إن أردت أجورا، يبقى الأمور بمقاصدها. يبقى خمسة هم: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير. وتحت دول 1,200,000 فرع فقه. لما تقعد تمسك أي فرع وتتدبر وتتأمل هتجدهم تحت واحدة من دول. فجه العز بن عبد السلام سلطان العلماء، بص كده، قال طب وخمسة ليه؟ ها؟ خمسة ليه يعني؟ ما نخليهم واحدة ويبقى ده المفتاح بتاعنا. قالوا له تقول ايه؟ ألا أقول ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ ضرء المفاسد، كل الشريعة مبناها ايه؟ ضرء المفاسد. شفت بقى الفرق بين هذا التفكير وبين الإرهابية وداعش؟ ايه الفرق؟ دي كانت بيقول لك ضرء المفاسد مؤخر عن قلب المصالح. طب وايه المصالح؟ يقول لك ان انا اتولى الحكم، ده هو اللي هو عايزه.
أنه يتولى الحكم وتضيع الأمة ويضيع تراثها ويضيع كل حال. يقول لك إيه أنا عايز كده. فالإمام مالك لأنه عارف طبعا في قلبه، شوف العز بن عبد السلام هناك في القرن السابع، الإمام مالك ده في القرن الثاني، فيقول ظلم غشوم ولا فتنة تدوم. في ظلم، ما طول الدنيا فيها ظلم، ما كل حتة فيها ظلم، إنما الفتنة التي تدوم تبقى بلوى، لا تعرف تاكل ولا تعرف تشرب ولا تعرف تروح تصلي في مسجدك ولا تعرف أي حاجة، ولا تعرف تشتغل ولا تعرف تعمل أي حاجة. فتنة، الفتنة فيها دم. فظلم غشوم ولا فتنة تدوم. لما قالوا له ايه رأيك نطلع على الحكام الظلمة دول ولاد الذين ونعمل فيهم ونعمل، قالوا لا، ظلم غشوم خير من فتنة تدوم. ام واحد من الإرهابية على قناة من القنوات المضحكة بيقول امام مالك غلطان. اكشفوا نفسكوا يا اخويا كده، اكشفوا غلطان ازاي بقى. الفتنة تدوم ولا ظلم غشوم. يعني انت عايز الفتنة الايو. وواحد من الإرهابية قال انتم مالكم كده جايين على الخوارج، جايين على الخوارج، جايين على الخوارج، ما الخوارج هم اللي صح، بس يكفينا خلاص، كافتونا ان احنا لن نعيشكم ولا نعمل حاجة. سيدنا قال الخوارج كلاب واهل النار، وانتوا بتقولوا ومالهم الخوارج. بعد الفاصل نرى هم مالهم الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن فذهب أهل السنة والجماعة بمذاهبهم المختلفة إلى التقعيد الفقهي، وذلك بضم الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره. وألف في هذا الفن ابن الوكيل، ثم ألف فيه تحت عنوان الأشباه والنظائر الإمام تقي الدين السبكي، ثم ألف فيه ذلك الماتع الجامع الإمام السيوطي كتابه الأشباه والنظائر، والذي يدرس في الأزهر إلى يوم الناس هذا. وجاء من بعده ابن نجيم الحنفي، فأخذ من كتاب السيوطي ما أخذ، وجاء الإمام ابن عابدين الحنفي فشرح كلام ابن النجيم رضي الله تعالى عن الجميع. والأشباه والنظائر هي فن التقعيد الفقهي. في هذه الخمسة التي ذكرناها الأمور بمقاصدها، وحجة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم العمل بالنية. ومن هنا كان المقصد هو الأساس. يرتبط بعد ذلك بهذه القاعدة مجموعة من القواعد الأخرى، ولكن قد تكون متفقا عليها وقد تكون مختلفا فيها، وقد يكون الترجيح فيها طبقا للفروع مراعاة للمصلحة وعملا بالمآلات. فمثلا هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟
دي ملهاش دعوة بالقاعدة دي، إنما هي بنتها بنتها الأمور بمقاصدها، ده باتفاق، والأمور بمقاصدها يستوجب وجوب النية في الأفعال، فأوجبوها في الوضوء وأوجبوها في الصلاة وأوجبوها في الحج وأوجبوها كذا، وقالوا النية تميز بين الفرض والنفل وتميز بين الأداء والقضاء وتميز بين النافلة والفريضة وهكذا. فالنية للتمييز، ولذلك لا بد منها حتى تتميز العبادات بعضها عن بعض، وتتميز الفروض عن النوافل، وتتميز الحضور عن الأداء عن القضاء إلى آخره. نية. لكن لما نرى القواعد الأخرى الخمسين نجد منها، هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني؟ كان ينبغي نسكت علشان اللي يستعمل هل تيجي الحاجة واحدة بس، هل تعلم له سمية وتقفل، مفيش أو ولا أم لا، مفيش مقابلة في هل، اللي فيها مقابلة الهمزة، واخد بالك؟ لكن قدام قلت هل كده، لكن درج الفقهاء على الخطأ النحوي ده. هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو غلطة دي لغوية لكن معلش تفوتوها، أو بالمقاصد والمعاني، واخد بالك؟ قال النووي: والترجيح يختلف في الفروع، يعني ساعات نرجح كده وساعات نرجح كده، ليه؟ حتى نحقق غاية الشريعة. يبقى إذن القاعدة دي مرنة زي الميزان، لها كفان، مرة كده ومرة كده. بناء على ايه نعمل كده مرة وكده مرة؟ بناء على المصالح المرعية والمآلات المعتبرة، نشوف دي هتجيب فايدة ولا لا، هتحل مشاكل الناس ولا لا. هو الشريعة فيها كده؟ والله فيها، فيها كده، فيها. لما كان يجوا لسيدنا النبي فيقولوا له ما أفضل الأعمال، النبي كده بالشفافية بتاعته وبالوحي اللي ربنا أتاه كده يبص للنفر كده يشوف كأنه معاك سابوه وأمه، هم يقولوا إيه؟ أفضل الأعمال بر الوالدين. يغيبوا شوية كده يجي واحد تاني، ما أفضل الأعمال، بص له كده شكله كده مش بيحافظ على الصلاة، قوم يقول له الصلاة على وقتها. يجي له واحد تاني تالت، ما أفضل الأعمال، فيقول له الجهاد في سبيل الله. شايفه كده إيه عنده شوي من الجبن ومش قادر يطلع في الجهاد، هي الحكاية بتاعته في الجهاد، لكن يصلي حلو قوي، يصوم حلو قوي، الجهاد يعني كده هو مهسكع فيه. فيقول له إذن اختلفت الإجابات، اختلفت الإجابات بناء على اختلاف ومشارب البشر. فإذن الشريعة دي واسعة، فيها كل ما يلبي. المقصود إيه؟ أن تكمل علاقتك مع الله، أدي المقصود. طب أنت فعلا مصلي محافظ كويس قوي، بس في بر الوالدين مش قد كده، يبقى تهتم بقى ببر الوالدين علشان تكمل. بر الوالدين كويس والصلاة كويسة، بس الجهاد مش قد كده، يبقى لازم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، يبقى لازم نحدث أنفسنا بهذا بشروطه وهكذا. يبقى هو ده الصحيح، السعي إلى الكمال. النبي عايزك تبقى الإنسان الكامل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو كان الإنسان الكامل.
كان قواما بالليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكان فارسا بالنهار، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده كان حاجة تانية، كامل مكمل صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. كان حاجة كبيرة أوي. وأمرنا باتباعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعبرة بالكمال ده. فإذا الترجيح يختلف في الفروع. فنيجي العقد مهم أوي، وهو عقد الزواج. مهم ليه؟ لأنه هيترتب عليه النسب، ويترتب عليه النفقة، ويترتب عليه الزواج أيضا. لما جدي يتجوز واحدة يحرم عليها أمها، وتحرم عليها بنتها، ويحرم أن أنا أجمعها مع أختها، ويحرم مع عمتها الله ده حتى كمان، ويترتب عليها الميراث، ويترتب عليها ده ترتب عليها حاجات كتيرة قوي. ولذلك العبرة فيه باللفظ. ما تجيش تقول لي انا عطيتك بنتي، لا ما ينفعش، لازم تقول زوجتك ابنتي على كتاب، لازم، مش اعطيتك، انت اتجوزت منين، خدت من بني فلان، ما ينفعش، ده لازم الزواج او الالفاظ اللي ورده بس. فيبين العبرة باللفظ. في حاجة تانية، لما تروح الازهر تشتري المصحف وهو مش عايز يبيع كتاب الله بثمن قليل، فيقول لك وهبته 10 جنيه، يعني هات 10 جنيه وخده، ويعتبر ده كأنه وهبة، يبقى دي هبة. هو دي هبة ولا بيع؟ لا بيع، بس بلفظ الهبة، يبقى دي تنفع ودي ما تنفعش. ليه؟ دي سهلة وتأدبا، لكن دي يترتب عليها كل الحاجات دي. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.